عايزه اقدم لكم النهارده الانسوليت البلوني الجميل التحفه ده. طبعا دي السوسيره بالشكل دوت مع المغرفه بتاعتها عشان باخد بهرب بالشكل دوت الجميل ده. في نفس الوقت السوسيره بتتكون من جزئين، ان انا بقدر احط الميه الساقعه او الميه المغليه واحط الصوص اللي انا عايزه احطه وبقفلها بالشكل ده واحط معاها المغرفه وبقفل بالشكل ده. لو عايزه تكون مفيش المغرفه وعايزه تبقى دي مقفوله بعوجها بالشكل ده فبتكون هنا مقفوله. كمان دي الحله الانسوليت اللي مكونه من غطا وغطا اضافي وقطعتين، يعني انا ممكن استخدم دي واغطيها بالغطا ده تبقى عندي بوله، ودي بغطيها بالغطا ده اصبح عندي بولتين. لو عايزه استعملها كانسوليت بحط دي جواها، بحط طبعا منهم الميه المغليه او الميه الساقعه بقفلها بالشكل ده، ولما بقفل من الناحيه دي اهي بتبقى مقفوله تماما. لو عايزه احط فيها معلقه، يعني لو فرضنا كده بقدر احط المعلقه وابقى قافله عليها بالشكل ده، وده الغطاء الاضافي معاها. طقم مميز جدا ولون تحفه.